السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم يا جدعان في فيديو جديد. اليوم بنهكر لعبة فري فاير آخر إصدار، واحنا مش بنهكرها بس بنجيب كارت جوجل بلاي ونكسب الكلام ده كله. اللعبة آخر إصدار، وهي نحمل التطبيق ده، سيبهولكم في الرابط أسفل الفيديو. تتك على أول خيار، تك هنا بيقولك سجل، هتكتب هنا نمبر يوزر نيم والاسم والرقم السري وإيميل، هتدخلهم. انا عملت الكلام ده كله، فانا ارجع تاني اخش واسجل. ثانية واحدة، وتخشوا هنا دلوقتي يا شباب، هنا بتتفرج على الاعلانات. دي الاعلانات اللي بتتفرجوا عليها، بتاخدوا نقط وبتجمعوها وتشتروا كارت جوجل بلاي. أعرفكم على التطبيق، تكونوا هنا بقى. هسيب لكم كود، هجيب لكم 50 نقطة. هتخش على الخيار التالت، الخيار التالت هحط لكم كود في أسفل الوصف. هيجيب لكم 50 نقطة، يعني 10 دولارات. سيبولكم الكود تحت، دخلوه كلكم وبيشتغل عادي. وهنا هو لسه انا جديد برضو. النقط اللي انت جمعتها هنا اهي 22 نقطة، ماشي يا شباب.